مرحبا فيكم في ترند. من الأخبار الأكثر تداولاً عبر الحسابات الأخبارية خبر إعلان بريد البحرين بوزارة المواصلات والاتصالات عن إصدار طابع مشترك بين دول مجلس التعاون بتصميم موحد معتمد من الإدارات البريدية الخليجية، وذلك بمناسبة مرور 40 عام على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية اللي تم إنشائه في عام 1981. فاطمة مرهون طالبة في جامعة البحرين حققت جائزة التميز في مسابقة جسر اللغة الصينية لطلبة الجامعات حول العالم، بالإضافة إلى منحة المعلم الصيني من مركز التبادل والتعاون للغات الأجنبية التابع لوزارة التعليم الصينية. وفاطمة تنافست مع 131 متسابق من مختلف دول العالم، ولله الحمد قدرت تحصل على المركز الأول في التصفيات النهائية وترفع اسم مملكة البحرين في العالي. مشاهدينا، قدر فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في استخراج فرشاة أسنان من معدة طفل عمره 9 سنوات عن طريق المنظار وبدون تدخل جراحي. وذكر الفريق الطبي أن هذه العملية استغرقت 20 دقيقة فقط ونجحت بدون أي مضاعفات بتعاون الفريق الطبي المكون من أطباء الطوارئ والتخدير والعمليات والأطقم الفنية التمريضية. أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية مبادرة بعنوان دور جهازك. هذه المبادرة تهدف إلى إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية، وتقدر تتبرع بأجهزتك القديمة وتم تدويرها، أما بتصليح الأجهزة أو توزيعها أو إتلافها أو التبرع بقيمتها. خلونا نتابع. قد فكرت تدور شيء ما قد دورت عنه؟ كمبيوترك اللي ما عاد تحتاجه، واللابتوب اللي خلاك مشرف منتهي تلاصيته، ليش ما تدور اول ايفون شريته، والجهاز اللي ما تدري ليش الحين موجود، وجوالك اللي في كل عيد كان جزء من نصه مفقود، دور على الفاكس القديم ومودم 3G اللي ما بقى منه شيء سليم. طيب قد دورت على ايبادك اللي انكسر والكيبورد اللي ضغطته لين ما انفجر؟ اكيد ما قد دورت على هالاجهزه لانه وقتها راح، بس الحين جاء دورك تعيد تدويرها ونستفيد منها عشان نصنع أجهزة بكرة. شارك في مبادرة دور جهازك، مساهمتك تصنع فرق. مشاهدينا، وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، وقبل لا نودعكم ندعوكم لمتابعة قنواتنا التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، وباقي من البرامج اللي تقدمها قنوات وإذاعات البحرين عبر تطبيق BHTV and Radio. مع السلامة.